I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو معنا فيديو أشياء صراحة الأول مرة في حياتي جامد فيديو عودة. تشتركوا في القناة مسألة 100 مشترك وضغط لايك مسألة أكبر عن هنا يقاطع الريبيو. أوكي أنت بشوف الفيديو انزل اشترك وشغل جرس التنبيهات يلا نبدأ الفيديو. معنا أول فيديو اثنين زبون السلة في بنك واحد زبونها الفيديو بيزاكم كوباية في كل بنز ازاي كل كوباية بتنزل الكوباية بتاعتها. واو شكل عامل ازاي عن واحدة بيديه راح كل الناس راح كل الناس مع بعض دي بيلف الاسهم بيعمل عرض بص لف لفوق بعد كده هيلف لتحت لفهم ازاي بص هاي العربية ونلفهم ونقفهم جهة البلياردو حتى السيارة نخان بص خبطتها وهي لسه بابا بص ورجعت وخبطت التاني ودي مش فوقت. واو سجاير دي لزق نوع من اللزق. واو شوف اللزق بتمنع ميه قد ايه هتلاقي دي نوع من اللزق جامد تلاقي نوع من اللزق دي جامد خالص. بص بحط تاني مش ولا نقطة ميه بتتشال. بص حط تاني بقى مش في ميه تشال بعد كده شايلها ميه هتنزل ايه تاني بعد كده حطها تاني بدل ما تغير البرميل ولا اي حاجة لا تجيب لزق وتلزق دي بدون العمارة. شوف ازاي واقف على الحبل بص بيزق الحبل وهو بيعمل يحرك ايديه بيعمل ايديه كده رايح جاي لا هو بيحطها بص بيدفع رجليه بعد كده بص هيروح طاير بالحبل ومدور التاني بيحطه بتاعه المصنع الشفاير بص بدل ما واحد يشيلها ويوديها هناك لا يحطها في الارض ويتزعف على واحد دي بيصلح الجزاز. شوف هو مبسوط ازاي الآلة ديت بص هو تنفع اي كسر دي تزحلق على الماء يفقم معايا عشان يساعدوا بعض وكده شوف مع بعض دي بيفتح حته الرفيع اللي بيفتحها بيقطع حته ترفع خالص شوف ازاي يعني شوف ازاي مش بيقطع كلهم غاز واحد دي برضه نوع من اللزق اللي بيمنع الميه بس تلاقي نوع اللزق دي جامد خالص يعني جامد خالص. وصل المية بتدفع رسالة كمان وصلها بكده في أي حاجة بس تلاقي دي نوع لازم يجي خالص وغالي بص حطه تاني بص دي بتصلح أي حاجة أي ماسورة مكسورة بيجيب لازم يجيب لفة محاولين دي بيقطع عامل زي سنايب بص عامل ازاي وواحد عايز يمس يلعب فيه يبقى بيقطع فاكهة نوع من الفاكهة وبيقطعه. واو عمال يقطع فيه دي مانجا دي برضو ايه دي بتاعة التفريم وكده تزيين العربيات دي لازم الموبايلات يكون فيه بخار هوا ساخن عشان تلزق بص لانهم برضو ايه شغلانة صعبة برضو عشان ممكن يقطع حتة غلط تطلع يعملها من اول جديد لا بص بتاع صعبة دي بتعمل عربيات وكده انت بس عربيتك عايز تغير لونها تروح تعملها دي دباسة بتدبس على نظام قرطاس بندبس بنحطها بندبس على طول بندبس هاي بتفرم بالتلج بتفرمه بص بتكسب ازاي بتنسفه بص بيطلع كمان دي بتنضف الاسمنت بص الكترونية شوف معاه رمود وين ايه بيعملوا بالرمود على طول يروح جايبه من هو جاي دي برضه بيطلع حتة رفيعة نوع من الأكل بيطلع بره حتة رفيعة. واو عمال يقطع تجي نوع من الخشب دي خشب دي برضو تقتل الفحار تتم بصنع منه نقول لا بصنع منه اي حاجة بص دي بتاع بتلف وهو جاي يمسكوا حاجة حادة اللي هما جاي يرسموا عليها يجي يمسكوا حاجة حادة موت جاب موسى عشان ينعمها بيديه عندها بقى يبقى رسم عليها دلوقتي بس شكله مش هيعمل رسم دي بنعمها وخليها جمع دي برضه نوع من اللزق الزيت الزيت في العربية الزيت بيتوسخ شوف كده بقولك ازاي اللزقة بتعمل بص حط اللزقة هنا كده في اي حاجة بص دي بدل ما تغير التاني كويس تغير لا تجيب اللزقة وتحطها على طول ولا يحصل في اي حاجة ولا يحصل اي حاجة اهو بص دي ورينا برضه
دي برضه يمكن بالظبط زي الطاهي، اللون المبنى، وأنا ساعات لون وكده. دي برضه بيرسم على خشب ديكور، بيرسم ديكور دي بيسموها يدوي مش آلي، فيها أشكال بتعمل بالآلة بس دي إيه يدوي. دي لون برضه بيرسم اللون ده، تاكل دي الصفة ولا حاجة. وهي دي بقى بيشوفوها بيمشي عليه جبل في حبل وبيمشي عادي ولا كان في أي حاجة. شوف بقى الموجة ممكن بقى يموت، طب ما واحد يبقى عايش لك وانت هيمشي ايه دي يا ابني. في برضه دول بتاعهم الكعك اللي بتاعهم، واو عمال بتاعهم. في برضه النحاس دول اللون في بتاع البنات وكده، بتاع البنات اللي بتشيل حاجة جامدين من جواها، تلاقي في الجيم ولا حاجة بمصورة. دي بقى دي بتاعت لفت أي حاجة، لف السجاد وكده اللي بتكون جواها. دي بتاع شوف سكينة عاملة ازاي، ملتوية، سكينة ملتوية. بص عمال تقطعها، ده بقى بأكبر مادة ملونها، ملون 2 فخار. شوف المشهد الأول اللي كمان يعمل فيه في الآخر عمل للخيزران، بتاع الخيزران مش عارف بقى بتستخدم فيه في علاج او في طهي او بتستخدموه في حاجة. الخيزران ده شوف السكينة حامل ازاي، دي النحاس بتستخدم في مولدات الكهرباء وكده، بتستخدم في مولدات الكهرباء. دي بيصنع طهي، الطهي ده اللي هو بيصنع وقت والحاجات بقى من بين ده وحاجات حركات وبرنات الحمد يعني. شوف دي واو عامل ازاي، لما دي سنايبر كمان. دي ورق، دي ورق، دي قطع. شوف تعمل ازاي في الاخر، دي واحد بيجري هو حلبة. شوف كل ما يجري كل ما يبدل اكتر بترتفع. دي برضه انواع من التمارين، برضه من انواع من التمارين عشان يبدا انك تلف زي الفار كده، دي الفار بدون ما يعمل. واو دي برضه ملزق سبحة ملزق.